ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حلقتنا مع الدكتور محمد عوض زوين، اخصائي الامراض الصدريه والباطنه. ورحب بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، فرصه سعيده ان انا انا اتشرفت اسعد بيها يا دكتور، الفرصه. ربنا يكرمك. الله النهارده يخليك. عنوان فقرتنا هتكون الكورونا ومرضى الربو. تمام. طبعا احنا عارفين ان ناس كتير قوي اتكلمت في الكورونا، يعني مش مصر كلها، ده العالم كله اتكلم ايوه، في الكورونا. هي استفاض في كانت طبعا الموضوع. المرض اللي عمل فزع في شرق العالم وغربه، ايوه بس احنا النهارده عايزين نقرب شويه الميكروسكوب عليها ونتكلم في حاجات دقيقه جدا ونفيد الساده المشاهدين. أكيد. فاول حاجه يعني عايزين نعرف يعني ايه كورونا بس بالتفصيل. يعني كلنا عارفين كورونا دور برد. لا أيوه. لا، هي الكورونا فيروس معدي بيصيب الجهاز التنفسي، مظبوط. يعني بيدخل عن طريق النفس، وعن طريق ينتقل عن طريق الرذاذ مش عن طريق الهواء. هو نوع من الفيروسات التاجية، وسمي الفيروس بفيروس تاجي علشان وجود ندبات على سطحه. ازاي يعني هو اشتق من الكلمة ديت عشان ايه؟ يعني عشان ايوه، تسمى كورونا من كلمه كورونري، اللي هي الفيروس التاجي، جاي من الكورونري ارتريز، الشريان التاجي برضو زيه. فتاجي يعني في ندبات على سطح الفيروس، دي اللي ظهرت تحت سطح الميكروسكوب مع فحص الفيروس، فسمي فئه الفيروسات التاجيه الكورونا. طيب هو كتير اتكلموا فيه يعني علماء، ويعني كتير جدا وصنفوه في حاجات كتيرة. وما زال غامض لسه في هقول حاجات لحضرتك، كتير. يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله لنا بقى النهارده دوت، ده احدث حاجة في الكورونا ان ولا شاء ده الله. موجود من الاول اصلا؟ يعني انا حاسة ان كله اجتهادات يا دكتور، يعني حاسة ان الفيروس الاساسي كدكاترة انتوا نفسكم داخلين أوضة ضلمة مش عارفين فيها اي ايوه، حاجة بنحارب بالنسبة لي، مجهول، صح؟ احنا فعلا بنحارب مجهول، والدكاتره بيحاربوا حاجه مجهوله قدامهم بالنسبه لهم، وبيشتقوا يعني معلوماتهم وبيستقوها من بالاجتهادات خلال الحالات اللي بيتابعوها او التجارب واللي مثلا. بيشوفوها. يعني حالات بتختلف من بعضها، في حالات متوسطه، في حالات خفيفه، في حالات ما بتظهرش فيها اعراض خالص وبيبقى فيها مظبوط. اختلاف، في حالات بتوصل للعنايه المركزه واجهزه التنفس الصناعي وبتؤدي للوفاه، وديت ربنا مهما يعافينا. كان معاها العلاجات ما بتأثرش معاها. فالفيروس بيصيب الجسم، بيختلف في أماكن إصابته للجسم. مظبوط. يعني في بعض الفيروسات بتبدأ بالإصابة في الجهاز التنفسي، في بعض الفيروسات ما هي بتظهرش أي سلالات يا أعراض دكتور؟ تنفسية. هي لا، سلالات؟ مش موضوع سلالات، يعني هو الفكرة إن هو على حسب العضو اللي بيتلقى أكبر نسبة مناعة من الجسم، الفيروس، يعني ومناعة حضرتك الجسم حسب نفسه. مناعة الجسم اللي داخله الفيروس هيستقبله ازاي؟ يعني يعني هيدخل عليه على انه مثلا دور برد عادي، ممكن يظهر مظبوط، على بعض الناس او دور ان هو برد. حضرتك زي ما بتقول بتوصل للوفاة. ايوه، يعني دي اكتر حاجة. طب في ادوية فعالة؟ يعني فعلا في ادوية ملموسة هي فعلا بتعالج الكورونا؟ اكيد في ادوية لازم تستخدم، يعني في ادوية موثوق فيها ومش موجودة في كل البروتوكولات العلاج. طيب ناخد اول اتصال معانا، رنا من الدقهلية. يا رنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا فندم اتفضلي يا فندم. بس عايزه اسال الدكتور، المفروض ان هو بعد كام يوم بالظبط الواحد يتاكد ان ما عادش عنده فيروس؟ ماشي يا رنا، اي استفسار اخر؟ كنت عايزه اعرف التحاليل دي مؤكده فعلا ان الفيروس ده موجود عندنا ولا لا؟ تمام، شكرا لاتصالك يا فندم. مدة التحاليل بالنسبة تسأل للأستاذة رنا، هي سألت عن التحاليل المدة اللي بتبقى في الجسم للفيروس وازاي قد يتأكد ايه ان هي خفت. انه خلاص بقى كده سليم. هو الفيروس على حسب الأعراض والتشخيص، يعني في بعض الناس ممكن اختلف فيها الأقوال من أول أسبوعين، بعد أسبوعين علاج، وفي ناس ممكن يستمر معاها الفيروس لحد شهر أو 60 يوم، ايه الفرق بينهم بيفضل يا دكتور؟ موجود على حسب مناعة الجسم وعلى حسب تطور نشاط الفيروس. لو توقف، يعني انت جالك دور الفيروس على شكل دور برد، انتهت الأعراض معاك، خدت أدوية خففت معاك الأعراض وبدأت تروق وتتحسن، طالما في تحسن يبقى ده استجابة للعلاج، الفيروس مستجيب للعلاج وفي وتم طريقك تحجيمه. للشفاء. في طريقك للشفاء. تقعد أسبوعين عزل، وبعدها تقعد 3 أيام بدون علاج وبدون أي أدوية. لو ما ظهرتش عليك اعراض في خلال ال3 ايام دول بعد ال15 يوم، دي كده انت تعتبر نفسك خالي من الفيروس من غير اي تحاليل ومن غير اي مسحات، تمام. مش محتاج. لو انت انتهت الاعراض معاك بعد الاسبوعين وقعدت 3 ايام من غير ادويه ومن غير اي علاجات،
ساعتها وما ظهرتش عليك الاعراض تقدر يبقى انا كده تخرج سليم. وتتعامل مع الناس عادي. ما فيش اي عدوى ان شاء الله. في حالات بقى بتفضل مستمرة الاعراض معاها حتى مع العلاج، وبيفضل بيحسوا باثار تعب، اثار نهجان، ده ما الام في وقفوش الصدر. العلاج. لا يفضلوا هيفضلوا ماشيين على العلاج والاعراض ما مفيش بتنتهيش. استجابة، معناه ان هو انت لا ده لسه ممكن موجود. ممكن الفيروس يفضل مستمر معاك لمدة حوالي شهرين في الجسم. تمام. ففي خلال الشهرين دول، بعد الشهرين ممكن ساعتها بقى نقدر نقيم عن طريق المسحة، نعمل له مسحة. إذا كانت المسحة طلعت سلبية، هي ما بتتعملش مسحة على مرة واحدة، بتتعمل على 3 مرات. بعد 3 مسحة لو طلعت سلبية يبقى كده أنت خالي من الفيروس وغير معدي. مين يا دكتور بيحدد بس المسحة؟ يعني حضرتك بتقول له اعمل مسحة مثلا ونتيجتها تطلع، ولا بيبقى ايه المسحة؟ يعني نقرب شوية للناس ونقول لها المسحة هتبقى هي عبارة عن ايه وفين؟ هي بتتاخد من الأنف أو الحلق بالعوم، جزء من البلغم المخاط بتاع الإنسان بيتاخد ويتحلل عن البي سي آر بتاعه، عن الكوفيد 19، مادة الكوفيد 19 الفيروس. الفيروس. لو المسحة طلعت إيجابية، هي المسحة عامة غير دقيقة، يعني امال ايه اللي نسبة دقيق يا ستين في دكتور؟ المية أدق شيء هو الأعراض مع المسحة أو مع التحاليل. تحليل الدم. تحاليل دم وأشعة مقطعية. تمام. الأشعة العادية برضو بالمناسبة ما لهاش أي علاقة ولا أي دور في تشخيص الكورونا، لأن بشوف ناس كتيرة تبعت إشعة عادية إكس راي وتقول هل أنا مصاب كده بكورونا ولا مش مصاب بكورونا، وبلاقي في ناس بترد عليهم لا أنت سليم. لا، أنت الجهل والتضليل اللي بيحصل ما هو عن المفروض طريق بقى في وسائل اللحظة دي يا التواصل دكتور ديت. يسمعوا كلام الدكتور. لا يعني، ما هم بقى بيختلط عليهم الأمر لأن بيسمعوا أكتر من رأي، المفروض يلجأوا للأخصائي. مفيش علاج مظبوط. من غير أخصائي، لا مفيش لازم علاج يبقى من خلال للكورونا. الدكتور، لازم يبقى من لازم خلال الدكتور. الدكتور هو اللي يتابع معاك الحالة من الأول وهو اللي يحددها، إنما إنك تاخد برأي وسائل التواصل ده غلط طبعا. طيب لو حصل لا قدر الله وفي مصاب في البيت، اتصبت في البيت، ازاي يعني اقي نفسي؟ تمام. طيب معلش ناخد الاستاذ ممدوح. الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. كنا عايزين نستشير دكتور محمد بس مع اذن حضرتك. اتفضل دكتور محمد، سامح اتفضل حضرتك. معاك. دكتور محمد كان عندي ذراع كسر يعني. افندم؟ استاذ محمد. نعم معاك. الو. ايوه. يا فندم احنا سامعينك، معلش حضرتك قلت ايه؟ كنت عاوز استشير الاستاذ محمد عشان عندي حاجه سبب الكسر يعني. ايه علاجها مثلا يا دكتور؟ طب حاجه في معلش انا الايه، في استاذن القلب. حضرتك، انت حضرتك سمعت؟ لا طب معلش حضرتك ممكن تتواصل معاه على الارقام الموجوده في الشاشه بعد الحلقه، لان فعلا احنا مش سامعين. ماشي. طيب احنا النهارده لو قلت لو حد اتصاب في البيت يعني مثلا، عايز يجي يعني يخلي اللي في البيت دول ما يتصابوش، ايوه، ايه الوقايه اللي المفروض يعملها عشان يحمي نفسه من انه يعني يعدي حد؟ اهم شيء العزل، يعني الفيروس فيروس معدي عن طريق الرذاذ، بيتنقل في الجو عن طريق النفس، بينزل على الاسطح. هو الرذاذ اتقل من الهواء فبيتساقط، بيفضل فترة في الهواء ويتساقط على اسطح البيت، فلازم يبقى في عزل وبعد المريض عن الاشخاص التانيين. تمام. وفي مع برضه اعتبار ان كل الاشخاص المخلطين معاه في البيت لازم يكونوا برضه مصابين، نحطوا في اعتبارهم كده. طب انا هستاذن اشتباه حضرتك ناخد اصابه. الحاجه ساميه ونرجع نكمل كلامنا. ماشي. الو اتفضلي حاجه ساميه. الو. ايوه اتفضلي يا فندم. يا دكتور ربنا يبارك لك يا حبيبي، انت اللي عالجت لي بنتي وجوزي، بس ليا سؤال يا حبيبي. اتفضلي. هو اللي عالج لي بنتي وجوزها دكتور على فكره برضه. الف سلامه عليكم يا فندم. بس انا عايزه اسال سؤال للدكتور. اتفضلي. ايه علاقه الانزيمات بتاع الكبد بالكورونا والعلاج اللي بياخده؟ في اي استفسار تاني؟ لا كفايه يا حبيبتي. شكرا حبيبتي، شكرا. ايه علاقه انزيمات الكبد بالكورونا؟ نجاوب السؤال الاول عشان مفيش مشاكل. الفيروس لما بيصيب الجهاز التنفسي بيدخل عن طريق الجهاز التنفسي، غالبا بيصيب اسفل الرئه، الفصوص السفلى من الرئه. تمام. الفص السفلي من الرئه لو تصاب الاصابه كان مكانها في الفص الايمن، بتنتقل الاصابه للكبد فبترفع انزيمات الكبد، ودي اللي بتسبب اعراض للانسان زي الاسهال،
زي المغص، سوء التغذيه، ما بيبقاش عنده مقدره ان هو ياكل اي حاجه، تعب في الجهاز الهضمي بصوره عامه، فديت بترفع انزيمات الكبد، ساعتها نشتبه ان الاصابه واصله للكبد. في بعض الحالات المتاخره اكتر، ايوه ده هي يعني يقينا بتتكلم ان هو فعلا اتصاب، ما هي يعني هي الحاله نعتبر ان هو في اصابه في الكبد. تمام. لان الانزيمات مرتفعه، بنبتدي نتابعها مع انزيمات الكلى كمان، لان الفيروس بينتقل للكلى في بعض الحالات، بيوصل للغسيل الكلوي. ما هي على حسب المناعه وعلى حسب تلقي استجابه الانسان للعلاج، تلقي المريض للعلاجات والادويه اللي بيمشي عليها برضه، فهي بتوصل ان هي ترفع في انزيمات الكبد وترفع في انزيمات الكلى. الفيروس بيصيب كل اعضاء الجسم تقريبا، بيوصل للمخ. تمام، ربنا يعافينا والله. فلازم بيسيب اثار في الجسم وبيبوظ في اجهزه، فاحنا الدكتور بقى وظيفته ان هو بيتابع كل ده، لازم يبقى عامل عنده فحص. عشان كده الحالات اما بتتاخر لازم تلجا للمستشفى وتلجا للحجز. برضه بتحتاج يعني في حالات كتيره تقول لك انها تتعالج من البيت وتفضل مهمله الموضوع لحد ما تتاخر الحاله. بيبقى في تهاون فعلا. طيب انا هاخد ايمان من البحيره، بس يا جماعه يا ريت يكون اخر تليفون عشان احنا معانا اسئله كتيره. السلام عليكم ايمان. سلام، اتفضلي. وعليكم السلام. لو سمحتي كنت عايزه بس اسال الدكتور سؤال. اتفضلي يا فندم. دكتور مع حضرتك. لو في بس انعدام حاسه الشم والتذوق ومفيش اي اعراض ثانيه. تمام. هل ممكن يكون ده كورونا؟ حضرتك عايز تستفسر عن حاجه يا دكتور؟ لا. شكرا لحضرتك. سريعا نرد عليها عشان عندنا اسئله فعلا كثيره جدا. طبعا حاسه الشم والتذوق من اشهر اعراض الكورونا، ولازم برضو طبعا تلجا لدكتور ان هو يشخص الحاله ويعمل لها بعض التحاليل والفحوصات، لانها ممكن تكون اتعرضت للاصابه او مخالطه لاي حد، وهي مناعتها قوية فما ظهرش عليها أي أعراض غير فقدان حاسة الشم والتذوق، بس بتظهر من خلال تحاليل الدم اللي بتعملها نقدر نعرف منها. وطبعا تعمل نفسها عزل برضو، لأنها ممكن تكون معدية، والعزل تفضل معزولة لحد ما ترجع حاسة الشم والتذوق، أو تمر عليها أسبوعين وتقعد 3 أيام بدون أعراض بعد الأسبوعين. طيب احنا كنا بنتكلم في العزل المنزلي، ولكن احنا عايزين نعرف آثار الآثار اللي بتسيبها كورونا، لان انا ما وصلتش حتى نص الاسئله يا دكتور بصراحه. احنا شكلنا كده عايزين يعني سلسله حلقات عن ما هي الموضوع بس. كبير ده، هو شائك جدا وشاغل ناس كتير حوالين العالم كله. بس احنا هنحاول نجاوب عليه، بحاول الم مع حضرتك جميع المواضيع يعني. لا ما ان شاء الله حضرتك توعدنا بحلقه ثانيه عشان نخلص الاسئله ديت. اكيد يا ريت يعني علشان اوضح للناس كل النقط من موضوع الكورونا. ربنا يخليك. الاثار اللي بتتركها الكورونا يعني نسبه كبيره من المتعافين بعد ما بيمروا باعراض الكورونا وفي خلال فتره النقاهه ما بيرجعوش لحالتهم الطبيعيه تاني. ازاي؟ بمعنى بيفضل إيه؟ عندهم اجهاد، احساس بالضعف، الام مستمره، برضو بترجع لهم نوبات السعال والكحه ممكن تاثر عليهم. في بعض الحالات بتحصل لها تليف في الرئه، ان هي الخلايا بتاعه الرئه بيحصل لها زي قرح كده وبتتجمد بعد الاصابه وتتليف، ما ترجعش لطبيعتها تاني، فالتليف ده دائم للاسف ما بيرجعش. فالمهم ان الدكتور يوصل للتشخيص ان حصل تليف ده بسرعه علشان ما يتشرش في الرئه. تمام. طبعا احنا للاسف وقت برنامجنا خلص، وزي ما قلت لحضرتك احنا كان عندنا اسئله كتيره جدا. انا طبعا شرفت بمعرفه حضرتك. كان معانا ومعاكم النهارده الدكتور محمد عوض زوين، اخصائي الامراض الصدريه والبطنيه، وانا بشكر حضراتكم جدا وبشكر الدكتور، وان شاء الله وعد ان احنا هنكمل كلامنا عن الكورونا وعن الاسئله اللي موجوده، وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.